سلام، أنا رجاء، رجعت لكم بفيديو جديد. صلوا على النبي ويلا نبدأ. قبل شهر تقريبا نزلت على المنتدى أنه تكتبوا لي مواقف إذا انسرق حساباتكم، فاليوم راح أقول المواقف اللي صارت معاكم. أول موقف من صلاح عدي السعدي، بس الموقف حق بنت. أوكي، تقول إيلاف: سلام، أنا اسمي إيلاف، عمري 13 سنة. مرة كنت جالسة ألعب روبلوكس، تحديدا ما بالبيوت، وأنا ألعب جات واحدة تقول أنا بشحن لكم، وأنا بسرعة رحت لعندها وقلت لها أنا بأشحن، بليز اشحني لي، وقالت ضيفيني وتعالي خاص. ضفتها ورحت كلمتها خاص، قالت لي كم تبين؟ قلت لها أبي 1700 روبوكس. قالت طيب أعطيني الباس والاسم. قالت أنا ثقة وحلفت كمان. أنا أعطيتها الباس والاسم، وشفت ورا ربع ساعة إنه جاني 1700، يعني جاني من جد 1700 روبوكس. وقتها مرة فرحت، وبنفس الوقت انصدمت وكنت أبكي، لأني حسبت إنه حتسرق حساب، بس هي بالحقيقة ما سرقت حسابي. طبعا القصة الموقف ما قرأتها، فقريتها الحين معاكم، وأنا حسبت إنه حسابها انسرق أو شيء، بس يعني برضو في ناس كذا يستخدموا هذا الشيء ويسرقوا بالنهاية. فأنتي محظوظة من بين الناس، أنتي محظوظة ما شاء الله إنه البنت طلعت من جد ثقة، مبروك. نروح للموقف الثاني، من مملكة ألوان. تقول: القصة صارت لي في روبلوكس. أنا اسمي آلاء وعمري 12، من العراق. أنا من النوع اللي يشحنون كثير مرة. كنت ألعب عادي في ما بالبيوت، وأنا ألعب جات بنت وقالت عادي نصير صديقات، وأنا من النوع اللي يكون صداقات وأحب يعني يكون عندي صديقات كثيرة. وضفتها وضافتني. بعد كم شهر قالت عادي الباس تبع حسابك، مو صديقات هيك، يعني عادي نتبادل حسابات، واحدة تدخل حساب والأخرى تعطيها، يعني كل واحدة تدخل حساب الثانية. أنا كنت واثقة فيها، خرجت بعدها ونمت، يعني أعطيتها حسابي وخرجت ونمت. بعدين دخلت روبلوكس ما يدخلني، فايش البنت سرقت حسابي. يعني صراحة في ناس زي كذا، يعني يكون صديقاتك حتى لمدة شهور تحسبين خلاص البيست، في النهاية بس هي ايش يعني هدفها انها تسرقك. فانتي لا تعطي حساباتك لأحد حتى لو تعرفيها لسنوات، فانتبهي والله يعوضك ان شاء الله. الموقف اللي بعده من باجي، ما أعرف إذا بنت أو ولد، بس تقول: مرة كنت بلعب روبلوكس بأمان الله، وكان يطلعني من الحساب، وكان بيطلع لي كتابة إنجليزية وما يدخلني. أنا جنيت، لبالي إنه حسابي انسرق، طبعا لازم أربط الحساب بالإيميل. هذا هو يعني أكبر عيب في روبلوكس، إنه ما حاطين لغة عربية، مع إنه في ناس كثير عرب يلعبونها. أحيانا إحنا نفهم شيء غلط، نحسب إنه حساباتنا انهكر، وبالحقيقة يبغون نحط الإيميل. الموقف اللي بعده من بسام. يقول بسام: كان ولد خالي هو أكبر مني بسنة، لكن بسبب هذا الموقف أنا صرت أكرهه. مرة من المرات دق علي وقال: عندك حساب روبلوكس؟ قلت له إيوة. ليش؟ قال بضيفك. بعدين أنا ضفته ولنا أسبوعين نلعب، ومرة من المرات قال لي بشحن لك 10000 روبوكس. أنا انصدمت لأنه كان شاحن، يعني هو كان عنده هذا المبلغ. صدقته وقلت ما عندي أي شيء، تم. وقال أعطيني الباسورد حقك. قلت له ليش؟ قال عشان أشحن لك، ما تبيني أشحن لك؟ قلت له أبشر، هذا حسابي. بعد يوم واحد بدخل حسابي عشان ألعب، لقيت الحساب مطلعني. حاولت ما قدرت، وبعدين عرفت إن ولد خالي أخذ حسابي، وعلمت أمي وهي علمت أمه، وأمه قالت رجع حساب ولد عمتك. قال إيه برجعه، بس هو ما رجعه. رحت أسوي حساب جديد وشحنت فيه، أقسم بالله انقهرت، لكن قلت بنتقم منه بعدين وبس، خلصت قصتي. يعني شفتوا هذا أكبر دليل إنه ما تثقوا بأحد حتى أقرب الناس ليكم. يعني هذا قصة يعني ولد خالته وفي النهاية سرقه عشان اللعبة. صراحة ما أدري وش أقول، والله يعوضك، ولا تعطي اي احد حتى لو كان اخوك. لا مو هالدرجة اتوقع. الموقف اللي بعده من روز. روز تقول: هاي، بقول لك موقف اللي صار لي. كنت العب في ماب برج الجحيم، بعدين لقيت تجمع كبير، وطلع انه واحدة تقول انها تشحن،
فأنا قلت لها من جد تشحني للناس؟ قالت لي إيوة، وجلست تحلف. المهم قالت إنها بتطلع، ورحت ضفتها بسرعة وقبلت، ورحت لها خاص وكلمتها وقلت لها ترى أمنتك برقبتك ليوم القيامة، وهي تحلف إنه هي صادقة. فأنا سألتها كم أكثر شيء تشحني؟ قالت أكثر شيء أشحن 800 روبوكس. قلت لها كم شاحنة أنت؟ قالت لي 400، مدري إيش دخل، بس المهم عطيتها الاسم والباس، وبحركة سريعة غيرت الباس وطلعني من الحساب. بعدين رجعت حطيت الباس القديم قبل ما أغيره، ما ضبط. ولما حطيت الباس الجديد ضبط، الحمد لله إني لحقت على حسابي. بعدين كتبت لي آسفة وحذفتني، وبس هذا موقفي، أتمنى إنه تطلعينه. يعني شوف الفرق بين هذه وأول واحدة، نفس الحركة سووه إنه يحلفوا إنه مش حنون، وبالنهاية يسحبوا. أكثر شيء هم اللي يسحبوا، ويعني قليل مرة الصادقين. فالأحسن أنتي لا تصدق أحد إذا أنتي حسابك يعني تعبان عليه وعندك أشياء نادرة، ما أنصحك إنك تعطل أحد. الحمد لله إنه لحقتي على حسابك. الموقف اللي بعده من نور علاء. تقول نور علاء: أنا اسمي جود، قصتي هي كان عندي حساب مشحون كثير، يعني كنت أقدر أشتري الرجل اللي ب17000 روبوكس. في يوم دخلت ما باسمه تبرع لي أنا وصديقتي، يعني صديقتي هي معاي من سنتين، وأنا ما كنت أعرف أستخدم هذا الماب. قلت لها كيف أستخدم الماب؟ وهي قالت لي كيف أستخدمه. وبعد شوي طلع لي إنه أسوي متجر ويجي لنا روبوكس. فقلت لصديقتي سوي لي متجر، لأن أنا ما كنت أعرف وقتها وكنت واثقة فيها، وقالت لي لازم تعطيني الاسم والباس. فأنا بسرعة عطيتها لأني واثقة فيها معاها سنتين، وبالأخير سرقت حسابي. ونصيحتي لكل الناس: لا تعطون حساباتكم لأي شخص، حتى لو أختكم. لا مو لهالدرجة، يعني أنا أعطي أختي حسابي ومسرقته، يعني حتى لقرايبكم فيكم تقولوا أوكي. الموقف اللي بعده من شهد الرجب. تقول: بقولك موقفي صار قبل يومين. كنت ألعب روبلوكس وحسابي مو مشحون، حسابي كنت مرة تعبانة عليه، يعني هو مشحون بس تعبان عليه في المابات أكيد. الزبدة كنت ما أدري وش مخبصة بالإعدادات، وكنت ألعب باركور، فطفأ جوالي ورحت جبت أيبادي دخلت فيه من الروب، دخلت في روبلوكس عشان أدخل ألعب، ما رضى يدخلني فما اهتميت. ولما جوالي انشحن دخلت روب لقيت مطلعني من الحساب، حاولت 1000 مرة أدخل، جربت كل الطرق ما دخلني، ومسحت روبلوكس وأحمد ربي إني كنت طفشانة من روب. صار لي فترة أتمنى تطلع تعليقي. أنا يعني أكيد أنت سويت شيء غلط من الإعدادات وقفل حسابك، فانتبهوا أنتوا، يعني لا تعلوا إذا أنتوا ما تعرفون شيء عن الإعدادات لا تلعبون عليها عشان ما يصير شيء بحساباتكم، لأن من الإعدادات فيكم تقفل حساباتكم على فكرة. الموقف اللي بعده من بلو بيري. تقول: أنا اسمي كان في اللعبة رنيم، كان جالس ألعب لعبة حق الرسم وعادي قلت ألعبها مع صديقتي، فجتني بنت قالت نتبادل الحسابات، فصارت تغريني وكذا، يعني تقول أنا عندي وعندي عشان وكذا عشان أقبل، فقبلت ضفتها سناب وتبادلنا وكذا. بعدين بالوقت اللي أنا كنت أدخل ألعب لقيت السكين حقي يتغير من وحدة، يعني من غير من وحده، فقلت لها قالت يمكن لاج، فمشيت الموضوع عادي. صحيت الصبح لقيت إنه في بنت داخل حسابي وتلعب، فقلت لها ودزيت كثير رسائل بس هي كانت مسوية ما أشوف، يعني سويتها ما تشوف. فطلعت البنت ما أعطتني حساب بنت، أنا ما أعطى حسابي لبنت، والحين أنا ما أحللها إذا لعبت فيه، وبس أنا الحين مسوي حساب ثاني وبشعر فيه إن شاء الله، وحطت اسم حساب البنت عشان أبلغ عليها، فحسبي الله ونعم الوكيل عليها. وإنتي كمان غلطانة صراحة، يعني وش اللي نتبادل حسابات؟ كيف كذا؟ أول مرة أسمع بهذا الشيء، هذا شيء جديد شكله. إنتي المفروض ما تعطين حسابك، يعني كم مرة نقول إنه ليش تعطون حساباتكم للناس؟ موقف من بسنت محمود، طبعا طويلة شوية. تقول: سلام، أنا بسنت ومن مصر بس أعرف أتكلم سعودي والنعم. المهم حصل معايا موقف لن أنساه، هذه موقف أو سالفة حصلت لي من 7 شهور أو أكثر. المهم كنت داخل MM2 وكنت ألعب بأمان الله،
لقيت بنت تقول لي نصير تيم، قلت لها اوكي وصرنا اصدقاء وتيم. بعدين ضفنا بعض في الانستا والتيك توك، بعدين كنا نسولف ونتعرف على بعض. فجأة قلنا انه نفس صورنا لبعض، ويا ليتني ما ارسلت لها صورتي. فقلنا نبعت بنفس الوقت، يعني نرسلها بنفس الوقت. المهم رسلت لها وهي رسلت واحدة مشهورة، بس ما هي اصلا، يعني انا كنت اعرف هذه المشهورة. كنا فيديو بنت كبيرة مرة، وجيت عشان اسمع صوتها الاقي صغيرة مرة، وقالت لي ان عمرها 18 وهي صوتها مرة صغير، يعني يمكن 11 او 12. المهم انا ما اهتميت صراحة، فكنا نلعب عادي MM2. قالت لي ارسلين الباسورد حق حسابك، بس انا طبعا ما اثق باحد، لو مين ما اثق. قلت لها لا والله ما اقدر وما ادري ايش. الاقيها تقول ترى بنشر صورتك. كذبت عليها وقلت لها اصلا ما هي صورتي، صورة من جوجل وما ادري ايش. قالت لي انها زعلانة وسوت دراما وصارت تحط ايموجيات انها زعلانة، وقالت لي كنت اثق بيك وما ادري ايش. فجأة رحت لها ويا ليتني ما رحت لها، قلت لها ترى اسوي فيك مقلب. فقالت لي طيب ابعت الباس وراح اشحن لك، انا ثقة. فما بعد قالت لي شوفي عندي في التيك توك، الا والاقيها حاطة صورتي في التيك توك وكاتبة كما تدين تدان. كنا كان جسمي ماني حاسة به وقلبي عم يدق وما ادري ايش اسوي. فجأة دخلت سبيتها وسويت لها بلوك وإبلاق حتى فروب. يعني هذا شكله طريقة جديدة للسرقة، فكل يوم سارقين روبلوكس قاعدين اخترعوا طرق جديدة للسرقة. فمهما صار انتم لا تبعتوا صوركم لأحد، وكمان صوتكم أو معلوماتكم لأي أحد. يعني صار كل شيء هنا، كل شيء صار في الأونلاين، مواقع التواصل، كل شيء صار خطير، فانتبهوا. وأحسن شيء أنه أنتي ما سمعتي كلام وسويتي لها بلوك، فواضح أنها بذرة. والله يعينك إن شاء الله، بس ما يصير شيء. وبس كذا خلصنا مواقفكم، وطبعا مرة كان مواقف كثيرة أنتوا أرسلتوها لي. هذا اللي قدرت أني أقولها، إن شاء الله راح أسوي جزء ثاني لو جاء على هذا الفيديو تفاعل. لو عجبكم الفيديو لا تنسون تضغطوا زر اللايك وزر الاشتراك وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وتابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي تيك توك وإنستغرام، وأحبكم. باي. أتمنى أنكم تتفاعلوا بهذا الفيديو.